هوي، السلام عليكم. المهم ريكوردي واد لايف، انا كنطلب منكم تريكوردي واد لايف وتلوحوا عندكم. المهم الناس ديال اليوتيوبر والناس اللي عندهم باجات والناس اللي مهتمين بهذه القضيه هذه، ريكوردي واد لايف عندكم ولوحوا، لان انا اليوم غادي نقول كل شيء. بالعموم انا غادي نبدا لكم غير بواحد المقدمه. الناس اللي ما كيحملونيش، علاش كنت كنطيح من قيمتي وكنبوس اليدين وكنبوس رجلين، ولو تعيروني اقسم بالله ما غادي نرد عليكم، اقسم بالله ما غادي نرد عليكم. كاين اللي غادي يقول حمار ديال المغرب، كاين اللي غادي يقول مدلول، كاين اللي غادي يقول دليت بالرجال، كل واحد شنو غادي يقول. انا غادي نحضر راسي، علاش؟ لانني انا ملي كندير الغلط عندي الحق نتعاقب وعندي الحق نتعير، مو غير عيروني يعطيكم الموافقة. لانني انا كانوا عيني مغمضين، ما نكذبش عليكم، والحمد لله ملي جات غير في شهرين. تخيل دابا كون جات 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين، كون انتحرت الحمد لله داز غير شهرين وعرفت، عرفت الغلط ديالي. كان داك سهيل كيقول، هذاك يوتيوب، داك سهيل داك يوتيوبر اللي كي ريكورد على الفيديوهات، كان كيقول غادي يجي رمضان وغادي يطير منك داك الشيء وغادي ترجع للوعي ديالك. سبحان الله العظيم. اختي مريم ماشي قرب لنا تاني، انا كون كنت حاضر راسي ما غاديش نقرب لها. شي كون كنت حاضر راسي وصابر بالدل ما غاديش يوقع والو، وغادي نعيش حياتي معاها فيديوهات فلوقات عادي، ولكن لا بندير الحد لهادشي هذا كامل. المهم انا غندخل لكم في صلب الموضوع. فايق صباح حتى كنشوف ندى خارجه مع جواد قنانه، مع كل احتراماتي ليه، المهم ديك السيد بينه وبينه غير الخير والاحسان. خارجه كتقول انا بقى في الحال نزار طالع مع الشكوحه، والشكوحه كيعيروا فيا ونزار كيضحك. بقى فيك الحال على بحالك، وعلاش كنضحك؟ سولي راسك علاش كنضحك؟ ها حقاش وروني هذوك الحقيقه، وروني خونا بلا ما نهضر. اللي كنتي كتشوف في هذا اللايف هذا راكي عارفاني علاش كنهضر، حقاش انت باقا مراتي باقا محسوب عليهم وما غاديش تخرج انا ضدك. سولي راسك علاش كنضحك؟ ايوا انت ملي بقى فيك الحال على هذه القضيه هذه، علاش خرجتي انت مع الطالوني؟ طالوني دابا تصالحت انا وياه، ما غاديش نقدر نقول لي شي حاجه اللي هي خايفه، تصالحت انا وياه ما كنهضرش معاه، السلام عليكم. علاش خرج معاه وجالس كيعير فيه ومخلي غير الميت تنسى، وانت جالس كضحك ما قدرتيش تدافع عليا وانا باقي راجلك، وباش كيعيرني الطالوني؟ كون كان غير كيعيرني بشي معايير اللي ديال المشكل ديالنا، كيعيرني بوس رجلين كطيح قيمته، وهي عارفه انا بس لا ايديا وبس لا رجلها على قبلها هي، ورغم ذلك ما قالتش لا ما تعيريش لا هادي باقي، ما قالتهاش. الا كنتي غادي تمثلي على البيبليك، البيبليك راه كيشوف بعيني. الا كنتي غتضحكي على المغاربه، المغاربه راه كيشوف بعيني، وحتى شي واحد ما غادي يلعب لهم على عقلهم. انا تصرفت معاك تصرف ديال ولاد الناس، تصرفت معاك تصرف اللي ما غادي يتصرفوا معاك حتى شي واحد اخر، ورغم ذلك رديتيني داير بحال هكذا. الناس غادي يقولوا بيض قاتك نادر، لا شوف انا كنخرج بكل ثقه في الناس. هادشي ده ما كيجينيش تفيضيق، بالعكس هذه تجربه خايبه دازت في حياتي وعمرها غتعاود. ملي جيت نشوف راسي، انا كنشوف راسي انا نزار وصابر للدل، ماشي شي واحد اللي ما معروفش، في نزار وصابر للدل. اذا الحمد لله ملي جات غير في شهرين، وتخيل معايا يكون صبرت الشهر الثالث والشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السادس، عام عامين 3 سنين، اكون راه انتحرت ولا درت فيها شي حاجه. البيبليك دابا انا غادي نسولكم، واخا غادي تعيروني، الا عيرتوني انا راه بحال خوكم الصغير ولا خوكم الكبير. بالعكس انتم ما عجبكمش داكشي اللي كنت كندير، واش دابا بيني وبينكم انا اللي ظالمه ولا هي اللي ظالماني؟ بحال دابا جالسه كتسول جواد قنانه كتقول لي دخلت عليك بوجه الله، ملي كنت شحال من مره كنضاربه؟ اي بزاف ديال المرات، وغادي نقول لك علاش كنضاربه. انا ملي كنبغي نخرج جلس انت ما تخرجش، انا ملي نبغي نهضر مع هذا جلس انت ما تهضرش مع هذا، وملي كنقول لي علاش كتحكمي فيا كتضارب معايا، هادشي علاش كنضاربه؟ باش ما يمشيش عقلكم بعيد، كيتسحب لكم واش كنضارب انا وياه ولا كنقول علاش درتي هادو ولا لا. كنضاربو، انا غادي نعاود نكررها لكم علاش كنضاربو. مشيت طلعت مع حيت ديك الساعه كان السيمو الشكح، طلعت مع السيمو الشكح، اجي انت ما دير مع حتى شي واحد الليب، نزلت لتحت اجي انت ما تنزلش لتحت، طلعت لفوق اجي انت ما طلعش فوق، وبزاف بزاف هادشي ضرب بزاف عليا. واش تشاد بالك انت مضاربه، انت مسطيه، بغيتيني ما نهضر مع حتى شي واحد، ما نتكلم مع حتى شي واحد، ما نخرج برا، ما نخرج هادي. انا فسرت لكم دابا علاش كنضاربوا، على حق جيك ديك الكلمه ديال كنضاربوا، ولكن خاصكم تعرفوا السبب ديال هاد المضاربه هادي.
انا مطالع المشاهدات اخويا، بحال واحد شوش مكتب عليا بزاف ديال الكومونتيرات زوينين غير واحد الكومونتير اللي خايب. قال لي يا بلاتي فينا، قال لي راه انت اللي كتمثل وتبوس الرجلين باش تطلع المشاهدات، انت راه واحد مطور خويا. المشاهدات انا كدير ديال الوزن والملولي قبل ما نطلع انا ونادا، كان بنادم كيجي كيتصور معايا على حساب البوز اللي كدير انا والملولي. نادم اللي تزوجت بيه تزوج بيه على اساس انا راه معروف، علاش غنبغي نطلع المشاهدات وعلاش غنبغي ندير البوز على ظهر نادا؟ راه نادا اللي زاد الطلعات، ولا كلشي كيتصور معاه، ولا كلشي هادي، ولا كلشي هادي. كانت معروفه نادا، ولكن دابا دارت بوم ملي تزوجت هي ونزار. مشيش عقلكم بعيد، نزار من 2017 هو وفاد الدومين هذا. ها انت يا اختي اسمع، انا غنجاوبك على هذا السؤال ديالك. انا قريت لي كومونتير ديالك من بين العشرات ديال لي كومونتيرات. كتبتي لي نزار كان عليك تفرض الشخصيه، شخصيتك كراجل، وهي تحترمك. انت قلتيها فمك، انا فرضت الشخصيه ديالي كراجل، وملي فرضت الشخصيه ديالي كراجل وصلنا للطلاق. انا دابا ملي حاولت نفرض الشخصيه ديالي كراجل وصلتها للطلاق. اذا خاصني نبقى مدلول، لا بغيتي تبقى العلاقه ديالي معاها مزيانه. انا بيني وبينكم، انا نادي يعني واخا كرة باقا مراسي، الا هي خرجت ضدي وعيراتني ما احترمتش داكشي اللي دوزت انا وياها، انا ما غاديش نكون بحالها. انا ما غادي نعيرها، ما غادي نسبها، ما والو. انا بالعكس، انا دافعت غير على الحوايج اللي قالت عليا. قالت حنا تضاربنا، انا قلت لها علاش كنا كنضاربوا. قالت علاش ما دافعتش عليها ملي كانوا كيهضروا فيها الشكوحه. اول حاجه الشكوحه ما عيروهاش، كانوا كيقولوا غير داكشي اللي داك سميتو، فهمتيني؟ وراوني شي حوايج وانا بقيت ساكت. وثانيا طالوني قال ساكت عاير فيا، وبزاف كيعيروا فيا، وهي ما دافعتش عليا. ونسات انا ملي خلاو ضربوا في الخميسات على قبله وعلى وده. علاش انا كنت كناكل العصا في الخميسات؟ علاش بنادم كان كيعاير ما كانتش كتصرت ليا، كنت كنرجع ليه 3-1. وتخيل معايا الحب ديالي كان مغمض ليا عينيا، يعني انا ماشي كنشوف 3 هزين المضى ولا شي حاجه. ما قالوا لي راك تاخديتيها غير هذه، ومشيت رجعت ليها، مشيت رجعت ليهم عفوا. ورغم ذلك رحلتي رشاف المغرب كامله، وهي ملي عيرني طالوني ما قدرتش توقف عند حد تقول لي وقف ما تعيروش، راه باقي راجلي هذاك. هادشي ما قدرتش ديرو. واش غادي نقول لك؟ نسيت ملي قطعت علاقتي مع والدي على قبلك، نسيت ملي قطعت علاقتي مع خوتي على قبلك، علاقتي مع صحابي على قبلك، علاقتي مع الناس اللي قرابين لي على قبلك. انا توحشت والدي، الوالده ديالي توحشت انا، توحشت الوالد ديالي، توحشت عائلتي. ودي ما غاديش نبكي دابا، علاش؟ لانني طيحت قيمتي اكثر من القياس، ودابا ما غاديش ننزل دموعي. حقاش دابا عرفت الحقيقه كيف ما هي. شوف انا سترت، شوف انا ملي تزوجت بيها ما تزوجتش بيها على اساس سترت ولا شي حاجه. انا تزوجت بيها حيت كنبغيها تكون دايره، تكون فعلا. انا قلت مع راسي غادي تبدا معايا صفحه جديده غادي، ولكن الدل تاني غنبقى صابر ليه، تاني غنبقى صابر الدل الضريب، والقانون غيجي في صفها. هي اللي ضربتني عادي، ولكن اللي ضربت انا مليت غادي يهبطوني. اختي لبنى، دابا انت قلتي واحد الكلمه، قلتي شوهتي بناس اكادير وشوهتينا بحال ما بقاوش الرجال عندنا في هاد السوس. تفو انت عيرتي قلتي الشماته، ماشي مشكل من حقك. لا حقاش هادشي اللي درت في عين الشميت، الحمد لله. شوف اختي، شوفي انا ماشي بحال دوك اليوتيوبر اللي عندي ديك عزات نفس وعندي هادي. لا انا درت غلط ولا عيرتي غادي نحضر راسي. انا كنت مشوهنيت بصح غادي نبقى صابر على هذا الدل، ولكن الحمد لله ملي جات غير في شهرين. الحمد لله ملي جات غير في شهرين. بالعكس خاصك تقولي مزيان مزيان ملي رجعتي للوعي ديالك، مزيان ملي بقيتي صابر على هذا الدل. اما الفلوس فلوس، حنا اللي كنديرهم ماشي اللي كيديرونا. بزاف ديال الناس كيقول بيض قاتك عطيتي. شوف باش نهضر معاكم، هادشي راه ما ندمش عليه، ما ندم انا على حتى شي حاجه. بالعكس بينت المغاربه بانني انا وقفت مع وقفه ديال ولاد الناس. السلام عليكم. علاش وصلت للطلاق؟ هي مضروبه على الطلاق اخويا محمد، هي مضروبه على الطلاق، نخاص منها وهي الطلاق. شي حاجه قدها كطلاق، ما عرفتش الناس كيطرى لهم، ما عرفتش شنو كيطرى لهم، ما كيوصلوهاش للطلاق. هي طرات غير بحال مثال بلاتي، نعطيك غير مثال بسيط، طفيت غير التلفازه، طفيت التلفازه طلاق. هذا غير مثال،
واش طلقها؟ واش طلق عندك امتثال؟ غير اجي وطلق دنوب ديك البنت اللي كنتي خاطب خرجوا اختي هند، نقدر نقول لك اه دنوب خرجوا فيا، دنوب البنت اللي ضارب معاها 5 سنين خرجوا فيا. نرجع لوالدك الصحابي، بلاتي الا بينت لكم راسي كنبكي، ما بكيتش على ولدك، بكيت على والدي اللي والدي اللي خرج ضدهم. انا مش من داك النوع اللي غنبدا نبكي لكم قدام الكاميرا بلاتي. انا مش من داك النوع اللي غادي نبكي لكم قدام الكاميرا باش نلعب العاطفه ديالكم. لا انا ما كنبكيش، انا بكيت ماشي بكيت على حقاش بيض قاتل ولا شيء، لا بكيت على قبل والديا. بلاتي بكيت على قبل والدي اللي خرجت انا ضدهم، هادشي اللي بقى فيا الحال وعلى قبله. كلشي منزل قدامك سير عند والديك، اما الفلوس حنا اللي كنديرو ماشي اللي كديرنا باش نوضح لكم. راه الحمد لله راه بغيتي دير الفلوس، كون غير بعقلك والحمد لله كلشي غادي يولي عندك. اما داكشي ما نديرش يعني، تملى انا شاري لها عمارة، شاري لها طوموبيل، شاري لها رانج روفر، ولكن اللي بقى فيه الحال انا خرجت ضد خويا وخرجت ضد الوالده ديالي على قبل هي عاد بالي انا راه غادي نفرحها، ولكن ملصق من هذا الفعيل، ملصق في هذا الفعيل هذا كامله. عرفت الغلط اللي كنت كندير انا، امتى رجعت لعقلي ملي الطالوني جالس كيعير فيا وهي ما دافعتش عليا. وباش كيعيرني هذا الطالوني هذا؟ كأنك كيقول سيري المدلول، سيري بوا سرجين، انت مزوجه بوا سرجين. هي كون كانت كتفكر تقول هذه اللي كتعيرو كان كيبوس ليا انا يدي، كان كيحترمني، ولكن هي ما دارتش، بقات ساكتة، ما دارتش كاع ردة فعل لو على قبلي. انا صراحة البوس اللي يدي كان يبوس لمو يديها وبوس لعائلتي اللي لمو يديها. البنت بغاتك منيتها معاك سنين، والديك اللي كيبغوك انت كبرتي هكا. انا الصراحة ضحكت على واحد البنت في اكادير، ضحكت عليها كدار مع 5 سنين وضحكت عليها. انا غادي نعترف، ضحكت عليها على قبل نادو، خليتها على قبل نادو. وكانت غادي تنتحر على قبلي، جرى عليها خوتها على قبلي. ودبا كنحس بهذا بالضمير، انا كون كنت ولد الحرام ما غاديش كنجبد هذا الموضوع هذا. انا كنعاود نقولها لكم، انا كنت كنبكي ماشي كنبكي على حقاش داكشي اللي درت لينا هذا، لما كنبكيش كنبكي على هذا الضمير الوالده اللي خرجت ضده، والبنت اللي ضحكت عليها هذه 5 سنين.
وتجي كامل على قبل على قبل ماذا؟ أدنى من الوالدين ديالي هذول اللي كيخرجوا فيا، حقاش أنا مسخوط الوالدين، ولا تزوجت أنا وأنا وليت مسخوط الوالدين، أنا كون كانت العلاقة ديالي زوينة مع نانو، لا كون كانت العلاقة ديالي زوينة مع والديا، وما ضحك أنا على حتى شي وحدة، ما غنبكيش بالعكس غنفرح. اقول هذا عادي وغنفرح، ولكن انا كنبكي على والدي اللي خليتني في قلبهم بكيت. المهم انا دابا راه كاين هذا الملولي، قلت ليه صونيت ليه، قلت ليه راه ملي كنت خاصني تانون هذا، قلت ليه راه نمشي لكادير وغنتحر وغادي من عندي، فصوم عليا قال لي جي لعندي. انا الحمد لله ملي عقلت على راسي فهاد رمضان، هاد رمضان عطرت مني القلبة، كانوا عيني مغمضين، انا كنطلب السباحة من الوالدة ديالي، كنطلب السباحة منها، واخا كنهضر انا وياها، واخا مسكينة، واخا مسكينة كنت كنضرب فيها في الفيديوهات وكانت كتصون عليا، انا ما طرا والو، انا كنت كنحس بها كنخليها لها في قلبها، انا كنت كنصبر على الدل غادي يبقى معانا هذا عادي، ما طرا والو، بقى انا وياه كندير فلوجات كندير فيديوهات، ولكن لا وقفت هادشي عند حده. انا ما مريتش دابا، انا اللي خارجه كتقول بلاتي، خارجه كتقول هداك عنده الوراق ديال المسطين وعنده هادي وعنده هادي، واش في راسك كطيحي على راسك اتهامات اللي غيدخلوك للحبس؟ انا ماشي مسطي، ولكن انت كتقولي انا مسطي، واش في راسك مسطي وكتعاملي معاه بديك الطريقه، كتسمي بانك كتستغلي واحد مسطي؟ انت مراتي وانا ما غنتمناش لك شي حاجه ليا خايبه، ولكن باش تحاولي تكسبي التعاطف ديال الناس على طريقي انا، الناس راه كلشي كيشافوه بعينيهم، الناس راه شافوك انتي كيفاش دليتيني بمعنى الكلمة. راه كيقول بلاتي انا راه ما بكيت حتى وصلت فيا العظم، ما عمرني بكيت، ولكن حسيت بها هاد المرة، حسيت بها في قلبي. اش هادي اللي كتقول لي ما تهضرش مع اخوك، ما تهضرش مع خالتك، ما تهضرش مع هادي، ما تهضرش مع هادي، شنو غتسنى منها؟ ايه نادا باش ما نكونش انا ولد الحرام بلاتي. يا مزيانة مع كل شيء نادا، مزيانة مع كل شيء خويا، دابا بزاف كيقولوا لي انت حيت كتبغيها كتهضر عليها بالمزيان، انا كنقول غير داكشي اللي كانت كتشوف عينيا، الا قصدتي انت بحال هكا مارت خويا، انا ما باغي نبكي حتى شي واحد، انا اصلا ما باغيش نبكي، كون بغيت نبكي كنت درت انا بحال جونزاليز نبدا نبكي ونطيح دموعي، لا انا ما بغيش نربح التعاطف ديالكم على ود البكا اللي غادي نبقى فيه، راه غادي نشوف الحقيقة بعيني، اللي ما غنبقاش فيه الفراغ عزيز عليه اللي نافقه، انا اللي غنهضر معاكم راجل ما نبكي ما والو، شنو كنت بغيت نقول؟ انا داك كنشوفها كيفاش كتصدق على الناس وكدير الخير مع الناس بزاف ديال الحوايج، ولكن قد ما فيها الحوايج الزوينين فيها الحوايج الخايبين، الحوايج الخايبين اكثر من الحوايج الزوينين،
علاش بالضبط باغي تبقى في الخميسات؟ ما فهمتش. ولا حقاش كاين خونا في الخميسات؟ انا كنقول ما عندنا ما نديرو في الخميسات. انا قلت لها يلا تعيش معايا في اكادير، كون كانت كطيحني كون عشت معايا في اكادير. علاش؟ وهي واحد المره قالت لي اه وقالت لي لا، وليت انا لعبه والفيديو ديالك يشهد عليها فلاشين ديالها. خرجت في الفيديو قالت كتقول اليوم فرحتني زار غادي نمشيو لاكادير. مشينا دابا شي اكادير، ايوا بغاتني تجي تعيش معايا في اكادير. السلام عليكم، انا الخميسات عمرني غادي نرجع ليها، ما غاديش نصبر على هاد الدل. باركة عليا من هاد الدل. انا الحمد لله ما نادمش، نقولك علاش. هذه تجربه دازت عليا فابور من حياتي باش ما نعاودهاش من هنا مستقبلا. المهم الحمد لله، يلا 22 عام ولا 98، دازت عليا التجربه الخايبه في حياتي، انا غنتعلم منها. هي إيه، انا نسيت ملي كنت كناكل العصاير قبلها، وبنادم كي نهار تزوج بيه وانا في المشاكل مع الناس، ملي كنت مبوزين من الملولي بخير بنادم في اطار الرياضه في اطار الكومبا هادي، من نهار تزوجت بيها كاينين الناس زوينين في نفس الوقت كاينين الناس خايبين. مش متسماش انا غنكذب، وهي كتشوف هي دابا غادي تكون كتشوف هذا اللايف هذا، باش ما تقولش ولد الحرام نكر الخير. هادي ما هادي ما كنبغيش بنادم انا يقول عليها هاد الهضره هادي. كيف ما كاينين الناس الزوينين اللي كيقول لي زار فرحان، ممكن كاينين دوك الناس، كاينين الناس الخايبين. الا دس من الاحياء الشعبيه كيقول لي نزار خديتيها هادي، تفعل على امك تفعل على هادي، وانا كنرجع لهم. المشكله انا ماشي من داك النوع، ماشي من داك النوع اللي بنادم كيعيرني انا وكندير راسي ما سمعت والو. بنادم اللي عيرني كنرجع ليه، واحد نقدر نوصل انا وياه حتى للموت، ما عنديش مشكل، الخوف ما كاينش. بنادم علاش تزوجت بيا؟ تزوجت غير كيف ما كنقول لها، انا قنيه قدام وسبعه قدام الناس كاملين، ولكن كنت قنية قدام الإنسان اللي ما تستاهلش. وأنا غنزيد بلاتي فراسك، ملي خرجت عليا بداك الفيديو البارح وجالسة كتقول، جالسة كتبكي وجالسة كتقول نزار تعدى عليا وعائلته، فراسك الواتساب مسكتش، الانستغرام مسكتش، يعني بزاف ديال البنات تكبوا عندي. ولكن انا ماشي ولد الحرام، انا ماشي من داك النوع اللي عنب كيف ما كتسموني، نهضر مع هاد ونهضر مع هاد ونهضر مع هاد. لا، انا لقيت مزوج انا ومراتي ما كنهضرهاش ما كنخونهاش. واللي جالسه كتقول نزار تحمي عليا هو عائلته، راه عائلتي خرجوا علاش؟ دوك الفيديوهات اللي كنت كندير، كنبوسك رجليك وكنبوسك يديك وانت كديري ليا هكذا، وبغيتي عائلتي ما خرجوش كي درتي لها. وداير الضحك في راسي اخويا، شوف انا داير الضحك في راسي، وانت لا عيرتوني راه ما قلت غير اللي كاين. انا كنقول لكم غير سبوني وعيروني، علاش انا درت علاش؟ سير تعالج راك فيك الصدمه، غير صدمة اختي وسكتي راكم ما كانش الملول يكون انتحرت. الملول قال لي تكونسونطرا، جا عندي هنا لكازا وجيت لعنده. انا دابا راكين هاد الملول في كازا. انا بغيت نطلب من الوالدين ديالي السماحة، سمحي لي واخا كنهضر معاك عادي. اخويا مروان يعني بقى واقف معايا من نهار كانوا مغمضين عينيا خارج، وانا جالس كنعاير فيه كنقول لي فوت عليك المدام، ولا غندير معاك هادي ولا غندير معاك هادي. انا كنطلب منهم السماحة، ما عنديش وجه نشوف فيهم. وهاديك البنت اللي ضحكت عليها هي كنطلب منها السماحة. انا بحال والو غنخوي المغرب، وغادي مبقاش عندي الوجه لي خوي. دابا كيفاش غادي نقلب لكم عقلكم ما تبقاوش تشوفوني انا مدلول وانا هادي وانا هادي؟ وحنا عندنا مجتمع ما كيرحمش، كيفاش واش دابا باركين عليا بايموجيات ايموجيات ديال الضحك؟ ياك نتوما المغاربة متعاطفين وكتعاطفوا مع الواحد وكدير، علاش كتضحكوا عليا؟ انا غلطت وما غاديش نعاود هاد الغلط، والله ما رجع عند الخميسات اقسم بالله. انا مش ولد الحرام تنقول صوم هاد الهضره ما كديرش، ولكن والله ما رجع عند الخميسات.
رجع لوالدي انا. كومنتارات الخايبين على حيت الاكثريه ديال الكومنتارات زوينين، اكثريه ديال الكومنتارات ايجابيين، الخايبين انا ما كنشوفهمش بزاف، لدرجه ان اللي كنشوف شي كومنتار خايب كنركز فيه، بحال واحد قال لي انت مهموس بالبوز والشهره. انا كون بغيت البوز والشهره كون بقيت معاها فراسك، ملي كنكون انا وياها كنضرب المشاهدات انا كنطلع، ولكن لا كون بقيت انا وياها نديرو فيديوهات انا مبوزي وهي شويه، ولا يلا سيري انت كثر مني لا باش ما يبقاش فيك الحال، حقاش من نهار دخل عليك نزار انتي ولا كيعرفك المغرب كامل. مش انا كن نقول لك لا، ولكن هذه هي الحقيقه، من نهار دخل عليك نزار ولا كيعرفك المغرب كامل، كانوا كيعرفوك البعض وانت انا كانوا كيعرفوني البعض، وملي تزوجنا انا وياك درنا بوم. انا كنت باغي الشهره، باغي هذه، انا اصلا مشهور معروف في المغرب كامل، انا كنت باغي الشهره نبقى انا وياك نصبر نصبر عام عامين ماشي مشكل، ولكن لا بارك عليها بارك عليها رمضان هذا بارك عليها، عييت من السبان ما عمر هذيك لك الدار مع 5 سنين ما عمرها سباتني ما عمرها عيرتني، ودنهم بداو كيخرجوا فيها، سمعت بأنها تزوجات الله يسهل عليها. ما غادي نقول والو، شوف سوا عطيتها سوا ما عطيتهاش الحمد لله، داكشي ما كيتقالش، ما عمرني غادي نقول وما عمرني غادي نخرج من فمي، وغير ارتاحين هذا انا ماشي ولد الكلبه، انت عارفاني وانا عارف، انت فاهم وانا فاهم. يلا حبيبي بسلام عليكم وتهلاو لي في رزقكم، شكرا لاي واحد تعاطف معايا، شكرا لاي واحد غادي يشوف هذا الشيء وغادي يعرف الحقيقه كيف ما هي، لحقاش انا هو الضحيه من هذا الشيء هذا كامله. شوف باش تقولوا استغلاتني، انا اصلا ما علاش غتستغلني، شنو عندي تتستغلني وتقول لي على ود البوز اللي دايرو؟ انا البوز انا درته انا في شي 3 سنين ولا ما عرفت عامين، ماركة داياني اسمها بيوتي، البوز انا ديما انا فيه، غير جات ندى، ندى معروفة انا معروف وزدنا تعرفنا. وانا مرجل اخ اختي ايمان، دابا انت كتقولي ترجل اخويا، انا كون ما كنتش مرجل ابقى صابر، علاش انا صافي مشيت هربت؟ علاش ماشي جرات عليا؟ نتحداكم نادم ما جراتش عليا، انا اللي مشيت بحالي، عييت عييت صافي بارك عليا، عييت من السخط عييت من الدل عييت من كل شيء. واش نزار بعد ما كانت عنده هاد الهيبه هادي قبل ما يتزوج بنادم، ولا مدلول قدام المغاربه كاملين؟ يلا بسلم عليكم وصلوا لي في رأسكم.